بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار الدروس الخاصة بمادة الفيزياء للسنة الأولى علوم وتكنولوجيا سيونس تكنولوجيك ST، وبعدما رأينا في المداخلات السابقة علم التحريك أو الديناميك، سنتطرق اليوم وفي أول مداخلة لدرس الطاقة والعمل. بداية، إذن برنامج فصل الطاقة والعمل نبدأ بمقدمة، ثم نمر إلى تعريف العمل، بعدها تعريف الاستطاعة la puissance، بعدها تعريف الطاقة الحركية l'énergie cinétique، ثم تعريف الطاقة الكامنة l'énergie potentielle، وأخيرا تعريف الطاقة الميكانيكية l'énergie mécanique ou bien l'énergie totale، مع كل النظريات التابعة لهذه الطاقات. ثم نمر إلى بعض الدراسات، منها دراسة منحنى الطاقة الكامنة، ثم مثال لجملة محافظة للطاقة، أين نرى كيف تتم عملية تبادل الطاقات الكامنة والحركية، وأخيرا ننهي الفصل بتطبيقات على شكل تمارين كالمعتاد في التطبيقات والأعمال الموجهة. إذا بداية نبدأ بمقدمة. طبعا عنوان الفصل العامل بالطاقة التربة الناجي. في المقدمة، إذا كان علم التحريك يتطرق لمسببات الحركة وهي القوى، لإيجاد العلاقة بين القوى وتغيرات حركة الجسم، أي تأثيرات القوى على طبيعة الحركة من سرعة وتسارع ومسار كذلك، أي لتحديد المقادير الحركية، فإن الطاقة والعمل تعتبر نظرة أو طريقة أخرى لإيجاد تقريبا نفس المقادير الحركية، وذلك من خلال ما ينتج عن تأثيرات القوى، والذي يظهر على شكل عامل منجز أو طاقة منتجة أو مستهلكة. تعريف العمل، إذا نأخذ جسم أم ينطلق أو يتحرك على مسار AB في لحظة ما يكون في موضع آم، عند التحرك من وضعية آم إلى وضعية آم فتحة خلال زمن صغير عنصري دي تي، ينتج انتقال عنصري دي آر. الجسم يخضع إلى قوة F تميل بزاوية ألفا عن المماس، المماس للمسار. يعرف العامل كالآتي: دي دبليو من ام الى ام فتحه، وهو التغير الصغير اللامتناهي الصغر العنصري في العمل للقوه اف خلال انتقال دي ار خلال فتره زمنيه صغيره دي تي، يساوي جداء السلم ما بين القوه والانتقال دي ار، جداء السلم ما بين الشعاعين. الجداء السلمي يعطينا اذا شده القوه في شده الانتقال دي ار في كوسينوس الزاويه المحصوره ما بينهما. إذن العمل هو مقدار سلمي، وهي كمية بين موضعين أو لحظتين. لإيجاد العمل الكلي، عندما ينتقل الجسم من A إلى B خلال فترة زمنية دلتا T، إذا نكتب العمل دوبل في من A إلى B للقوة F يساوي التكامل لدي دوبل في من A إلى B، ويساوي التكامل لإف دي آر أو إف دي آر في كوس ألفا ما بين A و B. الحدود A و B ممكن تكون وضعيات RA RB XA XB أو لحظات زمنية TA TB إلى آخره. من خلال عبارة العمل الرياضية، أين يوجد مقدار وهو كوس ألفا، ونعلم أن الدوال الجيبية أو الدوال المثلثية لديها خصائص معينة، فمثلا لما تكون ألفا تساوي بي على 2، إذا هناك تعامد الكوسينوسين عادم، وهناك تعامل ما بين القوة والانتقال أو المسار والعمل المنجز معدوم. نقول أن كل قوة عمودية على مسار ما عملها يساوي الصفر. إذا كانت القوة أو الزاوية ما بين القوة والانتقال دي آر زاوية حادة أقل من بي على 2 وأكبر من صفر، العمل يكون طبعا مقدار موجب، مقدار سلمي موجب، ونقول عن العمل أنه عمل محرك، والقوة تصبح قوة محركة. نفس الشيء إذا كانت الزاوية منفرجة نونجل أوبتي، إذا أكبر من بي على 2 وأقل من بي،
العامل يكون سالب ونقول عنه أنه عامل مقاوم، ونقول عن القوة أنها قوة مقاومة، وهذا ما يحدث مثلا في القوى المعيقة للحركة، قوى الاحتكاك. وحدة العامل الدولية كما هو معلوم هي الجول، 1 جول يساوي 1 نيوتن، وهي وحدة القوة في 1 متر وحدة المسافة. نمر الآن إلى تعريف الاستطاعة، la puissance. تعرف الاستطاعة اللحظية، إذن هي مقدار لحظي عكس العمل، يتم الحساب بين لحظتين بين موضعين. إذن تعرف الاستطاعة اللحظية للقوة F المؤثرة على جسم ما له سرعة V ويتحرك تحت تأثير قوة ما كما يلي. إذن تعرف الاستطاعة بالرمز B ويساوي دي دوبل في على دي تي، مشتق عبارة العمل بالنسبة للزمن، أي أن الاستطاعة تمثل عمل القوة خلال وحدة الزمن. يمكن ببعض العمليات الحسابية إيجاد صيغة أخرى للاستطاعة، إذن يكفي نعوض عبارة دي دوبل في اللي هي اف دي ار لما نقسم على دي تي، إذن نوجد في، نوجد السرعة في، سرعة السرعة في، وتصبح أننا لدينا صيغة جديدة للاستطاعة وهي تساوي الجداء السلمي ما بين السرعة والقوة. وحدة الاستطاعة الدولية هي الوات، 1 وات يساوي 1 جول وحدة العامل على 1 ثانية وحدة الزمن، أو إذا عوضنا وحدة العامل إذا 1 نيوتن في 1 متر على الثانية. هناك وحدات أخرى أشهرها الحصان البخاري، 1 حصان بخاري يعني شوفال فابور يساوي 736 واط، وتستعمل عادة في الميكانيك، في السيارات، في الآليات الكبيرة إلى آخره. نمر الآن إلى مختلف الطاقات بعد تعريف العمل والاستطاعة. إذا نذكر الفرق بين العمل والاستطاعة، العمل يحسب ما بين موضعين بين لحظتين خلال مسافة معينة خلال فترة زمنية معينة، أما الاستطاعة فهي تحسب في نقطة معينة في لحظة معينة في مكان معين، تشبه نوعا ما مشتق الدالة في الرياضيات. إذا نمر إلى مختلف الطاقات، نبدأ أولا بالطاقة الحركية لإنرجي سينيتيك. نبدأ بتعريف، تعرف الطاقة الحركية لجسم M كتلته أو كتلته M وسرعته V بالمقدار، إذا نصف EC، نظر الطاقة الحركية بـ EC، نصف MV مربع تساوي P مربع على 2M، طبعا P هي كمية الحركة وتساوي MV. إذا الدليل هنا الدليل C ناتج عن كلمة أو الكلمة اللاتينية للطاقة الحركية لإنرجي سينيتيك. سينيتيك معناتها سينيماتيك، معناتها حركية، حركة إلى آخره. بعد تعريف الطاقة الحركية نمر إلى نظرية، وهي نظرية الطاقة الحركية، وهي تستعمل في حل الإشكالات الميكانيكية مثلها مثل المبدأ الأساسي للتحريك في بعض الحالات. النص النظرية، في معلم عطالي تغير الطاقة الحركية لجسم أو لنقطة مادية بين موضعين أو لحظتين يساوي عمل محصلة القوى، كل القوى المؤثرة على هذه النقطة خلال انتقالها بين أوابي أو بين اللحظات أو بين الوضعيات. طبعا ذكرنا هنا المعلم الغليلي لأن العلاقات والقوانين لما نكون في معلم غير عطالي غير غليلي تتغير وتصبح معقدة. إذا الطاقة الحركية ما بين أو نظرية الطاقة الحركية ما بين موضعين A B، نظرها دوبل بي A B، تغير العمل من A إلى B يساوي دلتا O C، تغير الطاقة الحركية ما بين النقطة B والنقطة A. O C B هي الطاقة الحركية في النقطة B، و O C A هي النقطة، هي الطاقة الحركية في النقطة A. بالتعويض بعبارة كلتا الطاقتين حسب التعريف، إذا نصف M V B مربع ناقص نصف M V A مربع. انتهينا من الطاقة الحركية، نمر الآن إلى نوع ثاني وهي الطاقة الكامنة لإنرجي بوتنسيال. يمكن تعريف هذه الطاقة الكامنة على أنها طاقة مخزنة أو ناتجة
عما يسمى بالقوى المحافظة أو المجالات المحافظة أو المشتقة منكما، أي من هذه الطاقة الكامنة. إذن الطاقة الكامنة عكس الطاقة الحركية التي لا توجد إلا بوجود حركة، بوجود سرعة إلى آخره، بوجود مسار. إذن هذه الطاقة الكامنة عكس الطاقة الحركية فهي موجودة ولو لم تكن هناك حركة. أبسط مثال كمون الثقل كما يعرفه الجميع. إذا لما يكون لدينا جسم موضوع على طاولة على ارتفاع مثلا أش، لديه كمون ثقل أم جي أش ولو لم يكن في حركة. إذا الفرق بين الطاقة الكامنة والطاقة الحركية، الطاقة الحركية ناتجة عن حركة، عن سرعة، عن مسار، عن تغير في الموضع. أما الطاقة الكامنة ممكن تكون موجودة ولو كان الجسم في حال سكون. إذن القوى المحافظة المشتقة من هذا الكمون، ما هي هذه القوى؟ هي قوى عملها لا يتعلق بالمسار، أي يتعلق فقط بنقطتي البداية والنهاية أو لحظتي البداية والنهاية، وبالتالي فهي هذه القوى تتعلق بالموضع. من أهم هذه القوى قوة الجاذبية بما فيها الثقل، القوة الكهربائية، قوة الإرجاع أو المرونة إلى آخره. ونقول عن الطاقة الكامنة أنها معرفة بثابت تقريبي، وتعطى العلاقة بينها وبين القوة المشتقة منها ب، إذن علاقة اشتقاق. إذن القوة المحافظة مشتقة من الطاقة الكامنة ناقص جراديون أو بي ناقص نابلة أو بي. إذن مؤثر نابلة أو الجراديون هو عبارة عن اشتقاقات على المحاور الثلاث، على الأبعاد الثلاث. ويكافئ هذه العلاقة طبعا عكس الاشتقاق هو التكامل. إذن إذا كانت القوة مشتقة من الكمون، في الكمون هو تكامل القوة مع الإشارة سالب طبعا. إذن أف سي هي القوة المحافظة في دي أر زائد سي، الطاقة الكامنة معرفة بثابت تقريبي. ماذا نلاحظ؟ نلاحظ أن التغير في الطاقة الكامنة اللي هو ناقص تكامل القوة في الانتقال هو ناقص العمل. إذا دلتا أو بي تساوي ناقص دلتا دبليو. التغير في الطاقة الكامنة يعاكس التغير في العمل. بعض الخصائص فيما يخص الطاقة الكامنة والقوى المحافظة المشتقة من كمون. إذا كانت القوة محافظة مشتقة من كمون مثل قوة الثقل مثلا، فإن عملها خلال مسار مغلق، هذه الدائرة الصغيرة تدل على أن التكامل بين نقطة والرجوع إلى نفس النقطة، مثلا مسار دائري أو أي شكل آخر، ننطلق من النقطة ونعود إلى نفس النقطة. إذا عمل القوة على هذا المسار أو المسلك المغلق يساوي صفر. هذه من خصائص القوى المحافظة المشتقة من كمون مثل قوة الثقل، قوة المرونة، قوة الكهرباء إلى آخره. الخاصية الثانية دوران القوة المحافظة روتاسيونال، هذا المؤثر نابلة كشعاع شعاعي فيكتوريال، اف سي اللي هي القوة المحافظة تساوي الشعاع المعدوم. إذا نقول أن أي أن دوران وعمل القوة المحافظة خلال مسار مغلق معدوم. دوران القوة المحافظة يساوي صفر، روتاسيونال القوة المحافظة معدوم. إذا نمر الآن إلى سرد بعض الكمونات الشهيرة في الميكانيك والتي تستعمل كعلاقات أو كقوانين مباشرة في حل التمارين في الميكانيك. بداية بكمون الجاذبية. إذا نعلم أن قوة الجاذبية بين الكواكب هي ناقص جي أم أم على إر مربع في ر كما رأينا في درس التحريك. جي هو ثابت معامل كافنديش، أم وأم الكتلتين متفاعلتين أو الكوكبين، R هو البعد بين مركزي ثقالي الجسمين أو الكوكبين، و R شعاع وحدة موجهة. الإشارة ناقص تدل على أنها قوة إرجاع، الجسم يحاول الإفلات من جاذبية وقوة جاذبية تعيده. إذا بالتعريف الطاقة الكامنة لهذه القوة قوة جاذبية ناقص FdR، هذا التعريف. نعوض القوة بعد التكامل، إذا نوجد ناقص JmM على R زي الثابت. كما قلنا الطاقة الكامنة معرفة بثابت تقريبي. هذا الثابت يمكن إذا الاعتبارات ما إيجاده بهذه الطريقة. لما R يؤول إلى ما لا نهاية
نلاحظ أن الدالة هي الدالة الخاصة بالطاقة الكامنة وحتى القوة انعدمان. إذا نفرض أن الكمون ينعدم في ما لا نهاية، وبالتالي الثابت سي ينعدم، ومن هنا نجد كمون الجاذبية أو بي تساوي ناقص جي أم أم على أم. ونأخذ هذه النتيجة مباشرة في التطبيقات، إلا إذا كان مثلا تمرين المطلوب فيه هو إثبات هذه النتيجة. أما إذا كان تمرين عام في الميكانيك وفيه راح تدخل مثلا المقدار هذا اللي خاص بالطاقة الكامنة للجاذبية، ممكن نستعمل هذه العلاقة مباشرة. نمر الآن إلى كمون ثاني وهو كمون الثقل. طبعا هو حالة خاصة من كمون الجاذبية، لأن حتى الثقل عبارة الثقل المعروفة ام جي هي حالة خاصة للقوة قوس الجاذبية. قوة الجاذبية هي القانون العام اللي يكون صالح من صفر إلى ما لا نهاية. أما الثقل ام جي المعروف فهو صالح فقط من أجل الأجسام الموجودة على ارتفاعات أو على سطح الأرض وعلى ارتفاعات ضعيفة جدا أمام نصف قطر الكرة الأرضية. إذا هنا كذلك ممكن ننطلق من تعريف العامل اللي هو عكس الكمون، عامل القوة تاع الثقل ام جي زد في دي زد إلى آخره، ونوجد في النهاية كمون الثقل هو ام جي زد أو ام جي اش في بعض الحالات تستعمل رمز الارتفاعات اش. لإيجاد الثابت سي كذلك نوضع فرضيات. إذا نفرض عند زد يساوي صفر، عند الارتفاع المعدوم يعني لما نكون على سطح الأرض مباشرة، نفرض أن الكمون معدوم وبالتالي نوجد سي ما يساوي صفر. في النهاية إذا لدينا كمون الثقل هو ام جي زد أو ام جي اش. إذا كتلة الجسم في تسارع الجاذبية 9.80 معروف، في زد أو اش هو الارتفاع. هذه كذلك نتيجة معلومة وتبقى صالحة للاستعمال في التطبيقات عموما في الميكانيك. ثالث كمون وهو كمون المرونة. كمون مرونة النابض، لما نعلق كتلة بنابض ونسحب الكتلة إذا توجد حركة، توجد طاقة، توجد قوة إرجاع إلى آخره. هذه الظواهر كلها إذا ينتج عنها طاقة كامنة تعرف كالآتي. طبعا تي هي قوة المرونة، قوة الإرجاع للنابض، لا تونسيون دو لو سور، ننزلها بتي، وهي تساوي ناقص ك إكس، هي كذلك قوة إرجاع، ولهذا نوضع ناقص قبل العبارة الحرفية للقوة، لأن الجسم يحاول الابتعاد أو الضغط على النبض، والنبض يرد بقوة اللي هي التوتر. إذا ندير التكامل F اللي هي قوة الإرجاع ناقص Kx في Dx، ونحصل على هذه الكمية هذه ما بين X0 و X، أو مثلا ما بين، إذا نحصل على الكمية هذه. ممكن لا ممكن نحذف الحدود نهائيا ونضيف اللي هنا ثابت، او نوضع حدود رمزيه. اكس صفر هو اذا مرجع رمزي لاستطاله النابض، ونوجد هذه الكميه هذه. منها نخرج او بي هو نصف ك اكس مربع، يعني هذه تساوي ناقص دلتا او بي. دلتا او بي هي نصف ك اكس مربع زائد الثابت هذا. إذا أو بي هي نصف ك إكس مربع زائد سي. لإيجاد السي كذلك لدينا اعتبارات. إذا عند وضعية توازن نابض، لما نعلق كتلة بنابض، إذا هناك وضعية توازن معينة يستطيل النابض إذا كان أفقي أو على مستوى مائل، يستطيل بمسافة ما ويتوقف عن الاستطالة وعن الحركة. هذه تسمى وضعية توازن. إذا أزحنا النابض عن وضعية التوازن بمقدار ما، تصبح حركة إزازية ما بين زيد وناقص هذا المقدار، هذه الإزاحة. إذا وضعية التوازن هذه نأخذها كمرجع للمسافات. في وضعية التوازن X يساوي صفر، B يساوي صفر، ونستنتج C يساوي صفر، ومنه العبارة النهائية لكمون المرونة للنابض هي نصف كX مربع. هذه كذلك نتيجة تؤخذ مباشرة في التطبيقات، تستعمل مباشرة في التطبيقات. آخر طاقة من الطاقات في الميكانيك أو في فصل الطاقة والعمل هي الطاقة الميكانيكية أو الطاقة الكلية، لنجي
ميكانيك وبين لينيرجي توتال. نبدأ بتعريف. إذا بالتعريف، الطاقة الميكانيكية أو الكلية هي مجموعة الطاقتين الحركية والكامنة السابقتين. EM نرمز لها ب M انرجي ميكانيك، ولا ب T انرجي توتال كلية، تساوي EC الطاقة الحركية زائد EP الطاقة كامنة. نظرية الطاقة الميكانيكية هي كذلك شبيهة بنظرية الطاقة الحركية، تستعمل لحل بعض الإشكالات اللي ممكن نستغني فيها عن الديناميك، وممكن الديناميك أو المبدأ الأساسي للتحريك لا يسمح بذلك. إذن في هذه الحالات ممكن نستعمل الطاقة الميكانيكية أو نظرية الطاقة الميكانيكية أو نظرية الطاقة الحركية حسب المطلوب وحسب الوضعية. إن التغير في الطاقة الميكانيكية بين نقطتين يساوي عمل القوى الغير محافظة بين النقطتين. إذن واش نلاحظ لهنا، هناك فرق جوهري ما بين نظرية الطاقة الحركية ونظرية الطاقة الميكانيكية. ففي نظرية الطاقة الحركية إذا استعملنا مفهوم التغير في الطاقة الحركية بين موضعين يساوي عمل كل القوى بما فيها القوى المحافظة والغير محافظة. أما هنا نكتفي فقط في النظرية، في نظرية الطاقة الميكانيكية، على أن التغير في الطاقة الميكانيكية بين موضعين يساوي عمل القوى غير المحافظة فقط، أي كل القوى المحافظة مثل قوة الثقل، قوة الجاذبية، قوة المرونة، القوة الكهربائية، هذه العمل في الطاقة الميكانيكية لا تعمل بين نقطتين. إذا القوة أو القوى الوحيدة التي تعمل في تغير الطاقة الميكانيكية هي القوى الغير محافظة، اللي نرمزها عادة بإف صغير، وهي عادة القوى المعيقة للحركة، قوى الاحتكاك كما رأينا في التحريك، قوى الاحتكاك، احتكاك الصلب أو احتكاك الموضعي. إذا التغير في الطاقة الميكانيكية دلتا أو أم ما بين أ و ب يساوي أو أم تاع النهاية ب ناقص أو أم تاع البداية أ، ويساوي العمل ما بين أ و ب لهذه القوى الغير محافظة. مبدأ انحفاظ الطاقة الميكانيكية، نقول عن الطاقة الميكانيكية أنها محفوظة إذا كانت ثابتة، وفي هذه الحالة لا تخضع الجملة إلا لقوى محافظة أو مشتقة من كومون، يعني لا توجد قوى معيقة للحركة مثل قوى الاحتكاك. إذا EM تساوي ثابت، الطاقة الكامنة محفوظة، الطاقة الميكانيكية محفوظة كونسيرفي. إذا دلتا EM يساوي صفر، هذا في حالة عدم وجود قوى احتكاك، أما إذا قوى معيقة للحركة قوى غير محافظة فيه. أما في حالة وجود هذه القوى، التغير في الطاقة الميكانيكية يساوي عمل هذه القوى فقط. ملاحظة، كما ذكرنا القوى الغير محافظة عموما هي قوى الاحتكاك في الميكانيك عموما. نمر الآن إلى دراسة منحنى الطاقة الميكانيكية. وبهذه الطاقات، إذا بعد ما عرفنا العمل، استطاعة، بعض الخصائص أو المميزات، ثم مرينا إلى تعريف كل الطاقات بداية بالطاقة الحركية ونظرية الطاقة الحركية، ثم الطاقة الكامنة ومميزات الطاقة الكامنة وأشهر الطاقات الكامنة اللي نتصرف بها في الميكانيك، ثم إذا تطرقنا إلى الطاقة الميكانيكية تعريف ونظرية ومبدأ انحفاظ الطاقة الميكانيكية. إذا ننهي هذه المداخلة بهذه الطاقات المختلفة، وفي المداخلة المقبلة إن شاء الله سنكمل الدرس ثم نمر إلى بعض التطبيقات. إلى ذلك نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.